تتكلم على سنغافوره على ناتج محلي بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد الناس بال 300 مليار على 5 مليون. تتكلم على دوله فيها 100 مليون ناتج محلي 400 مليار وقاعدين نزق. وبعدين تقول لي قوام الانتظار مليون، ما تعالجوش ليه؟ ما تعالجوش ليه؟ عشان دي هي دي البلد. بدل ما تجيب فيلم الارهاب والكباب وتجيب المواطن بيشتكي، خلى البلد خصم. خلى البلد ايه؟ ما خلاش السلبيه خصم. انت المفروض تخلي السلبيه خصم. المواطن اللي ما بيشتغلش هو اللي خصم، لكن البلد مش خصم. لما حولتها خصم في 2011 هدوها. خلوها ايه؟ هدوها. ولولا فضل الله علينا وكرمه لكانت البلد دي زي كل البلد اللي انتوا شايفينها، ما قامتش تاني ولا ترجع تاني. خلاص اللي يروح يروح ما يرجعش، لكن هو افاض علينا. طب بعد ما افاض علينا هنفضل زي ما احنا كده؟ هقابل الناس في الشارع تقول لي انا زعلانه منك. طب ليه يا ست؟ تقول لي انا عندي 6 عيال. اقول لها طب اعمل ايه؟ والله انا بتكلم بجد وحياه ربي، بس هم ساعات ما يجيبوش الحاجات دي في التلفزيون عشان ما حدش يظهر يعني. فقلت لها طب انا عندي 100 مليون اعمل ايه؟ انت عندك 6 مش قادره، وانا عندي 100، احنا 100. وبقول ده لكل اللي موجودين معانا واللي بيسمعونا من الدول اللي بتقول لنا انتوا ليه ما بتدوش حقوق للناس؟ حقوق ايه؟ انا مش لاقي اكل، انا مش عارف اعلم، انا مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. روحوا المرج والمطريه والخصوص، خشوا وشوفوا لما بمشي في الشوارع بلاقي ايه. هي دي بلادنا، دي بلادنا اللي في رقبتنا، يا كل اللي مسؤولين معايا، يا اللي في الجامعة، يا اللي في الإعلام، يا اللي في الصحة، يا اللي في التعليم، يا اللي في الجامع، يا اللي في الكنيسة. انزلوا شوفوا البلد عاملة ازاي وبصوا بعين حقيقية. انزلوا كده المرج والمطرية، أنا عشان أفتح شارع بشيل بالألف عمارة أو ألف بيت. شارع عشان الناس تمشي، عشان الناس تمشي في حتت ما بيتمشيش فيها. ايه ده بقى انت جاي تعمل ايه؟ جاي يعني ايه حكايتك النهارده بقى؟ مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا والله، لا والله، انا بقول لكم كده عشان البلد دي بلدنا كلنا، مش بتاعتنا بس.